السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل ونحل القناة التعليمية، وأسعد الله أيامكم بالخير والعافية. سنتحدث عن موضوع هام يهمنا جميعا، بقى وأن تحدثنا عن ذلك، لكن في هذه المحاضرة ستكون محاضرة مميزة بتفاصيلها وفصولها المتنوعة، وسنتطرق إليها من عدة محاور. طبعا قمت بإضافة بعض المقاطع للإخوة النحالين أو بعض المشككين فيما نقدم. هناك من يشكك في أداؤنا أو بما نقول، وأن الكلام الذي نقدمه عبارة عن كلام إنشائي. كما تشاهدون هذه الخلية من طابقين، والتي بجوارها كذلك، وهناك مقاطع أضفتها كذلك في نفس هذا الفيديو تتخلل المحاضرة، فيها خلايا ذات كثافة نحلية سواء بداية الربيع أو في منتصفه. المحاور هذه ستكون هي أو المحاضرة هذه ستكون عن التجيش، أهداف التجيش، أنواع التجيش، توقيت التجيش، وكذلك العوامل المساعدة على التجيش، وأين نضع الإطارات أثناء التجيش. فنبدأ على بركة الله مع أهداف التجيش. هناك عدة أهداف للتجيش. الهدف الأول هي مكاثرة الخلايا داخل المنحل، سواء بهدف الحصول على منتج وهو بيع الطرود، وهذه يعمد إليها كثير من الإخوة النحالين، أو الهدف الثاني من التجيش وهي زيادة في الإنتاج، زيادة في إنتاج الخلية من العسل، من حبوب اللقاح، من العكبر أو البروبليس، من سم النحل، من الشمع، إلى عدة أشياء أخرى معروفة عن الخلية. أما بالنسبة لأنواع التجيش، هناك عدة طرق للتجيش. الطريقة الأولى وهي تجيش الخلية نفسها. كيف يكون ذلك؟ عن طريق تقديم التغذية المناسبة أو التغذية التحفيزية في الوقت المناسب والتوقيت المناسب للحصول على نحل مجيش داخل الخلية. أما التجيش الآخر فهو عن طريق أخذ إطارات حضنة مغلقة ودعم الخلايا الأخرى أو الخلايا الضعيفة بما يسمى الداعم والمدعوم. وهناك طريقة ثالثة، يقوم أخونا النحل بأخذ نحل حاضن من خلايا قوية ونفضها أمام بوابة سروح الخلية الضعيفة، مع وضع قطعة من الخشب أو إذا كانت على الأرض ستدخل من تلقاء نفسها. وهذه هي الطريقة الثالثة في أنواع التجيش. المحور الثالث وهو توقيت التجيش. التوقيت مهم جدا، وعلى أخونا النحال أن يكون ملم في هذه النقطة. كثير من الإخوة النحالين يتساءل أو يسألني كيف أو متى أقوم بالتجيش وأستعد للموسم. نحن نقوم بالتجيش بناء على مدونات سبقة وقمنا بتسجيلها من الأعوام الماضية، لكن على أخونا النحال أن يكون ملم في هذه النقطة أو متابع للمواسم الزراعية في البلد أو التي يقطن فيها. إذا من هذا المنطلق فتوقيت التجيش مهم، يبدأ قبل فترة أو قبل الفيض أو موسم الفيض أو الموسم الذي سنجني منه العسل ب 45 يوم إلى شهرين، وهذه توقيت مهم حتى بعد ذلك يحصل أخونا النحال على عسل حر وطبيعي. السؤال المهم، ما هي العوامل المساعدة على تجيش النحل؟ العوامل المساعدة على تجيش النحل هي سلامة النحل وخلوه من الآفات والأمراض التي تصيبه، ويجب على أخونا النحل رفع مناعة النحل في هذه الفترة بالذات. كذلك من العوامل المساعدة على تجيش النحل هي الملكة الفتية ووجود نحل حاضن بامتياز.
وكذلك من العوامل المساعدة هي الظروف الجوية المناسبة، فيكون أخونا النحال مركز على هذه النقطة، درجة الحرارة، البرودة، التوقيت المناسب لبناء الشمع، كم يحتاج النحل في درجات حرارة حتى يقوم ببناء ومط الشمع. وكذلك النقطة الرابعة والأخيرة من العوامل المساعدة وهي التغذية، التغذية التحفيزية في هذه الفترة بالذات، ودعم الخلايا بحبوب اللقاح والمحلول السائل حتى نستطيع أن نحفز النحل على مط وبناء الشمع ونحفز الملكة على وضع البيض. النقطة الخامسة أو المحور الخامس وهي أين نضع الأساسات الشمعية، وسبق وتحدثت عن ذلك في المحاضرة السابقة، ولكن من باب التذكير يتم وضع الإطار أثناء التجيش، إذا كانت الخلية ضعيفة يتم إنزاله في الرقم 2. أما إذا الخلية مكتظة ومزدحمة يتم وضعه في وسط الحضنة أو وسط الخلية، وكذلك يمكن وضعه في الخلايا القوية سواء برقم 2 من اليمين أو رقم 2 من الشمال في نفس الوقت. وكذلك الخلية الضعيفة إذا بدأت بالازدهار يمكن وضع رقم 2 ووضع غطاء في المكان الفارغ من الخلية. هناك ملاحظة مهمة جدا لعملية التجيش، وهي يهملها كثير من الإخوة النحالين ولا يتابعون ذلك. يجب عليك أخي النحال تغيير الملكات الرديئة، تغيير الملكات الرديئة التي تلاحظ أن الخلية لا تقبل على التغذية ولا الملكة تضع البيض. هنا يجب أن نقوم بتغيير الملكة فورا حتى نستطيع النهوض بهذه الخلية. دمتم في رعاية الله وحفظه. معكم المهندس عبد الرحيم الجابري، اليمن.